نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فنحمد الله أن من علينا أيضا في هذا اليوم المبارك لنعود إلى برنامجنا الأسبوعي الذي بعنوان المتشابهات في القرآن، وقد اخترنا لكم اليوم أيضا 10 كلمات أو 10 أماكن من بين سورة بداية سورة مريم إلى انتهاء إن شاء الله سورة العنكبوت. أيوة، فما نذكره لا يخرج من هذا الموضع، ابتداء من سورة مريم وانتهاء بآخر سورة العنكبوت، يعني 5 أجزاء. المتشابهات التي نرى في هذه الأماكن هي التي سنتعرض لها، وهي طبعا كما تعرف قد تكون متشابهة عند البعض ولا تكون متشابها عند الآخرين. على أي حال، فهذه الأماكن نبدأ بها. أولا نبدأ بالكلمة برا ولا نفعا. برا ولا نفعا، هذه الكلمة يلتبس على البعض بتقديم نفعا ولا ضرا، لأننا نعرف أنه ورد تقديم نفعا على ضرا، كما ورد أيضا تقديم ضرا على نفعا. نعم، إذن في سورة طه عندنا اليوم ضرا ولا نفعا. فباختصار فقط يقولون ضرا نفعا ولا ضرا 3، نفعا ولا ضرا 3، جمعوها في كلمة قلف، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. طبعا هذا معروف أنه في الأعراف لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، في الراء، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا في 7، هذه هي الأماكن التي تتقدم فيها نفعا على ضرا، والباقي من القرآن تجد ضرا يتقدم على نفعا. أيوة، وهذا الذي نحن في سورة طه نجد هنا ضرا تقدم على نفعا، وكذلك في سورة الفرقان نجد أيضا ضرا تقدم على نفعا، وقبله في سورة يونس ضرا أيضا تقدم على نفعا. إذن هي 4 أماكن، أولها سورة المائدة تقدم ضرا على نفعا، وثانيها سورة يونس تقدم ضرا على نفعا، وثالثها في سورة طه تقدم ضرا على نفعا، وآخرها سورة الفرقان تقدم ضرا على نفعا. لكن يكفي أن تحفظ المواضع التي يتقدم فيها نفعا ولا ضرا، التي ذكرنا كلمة ألف، هذا قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا في الأعراف، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في الرعد، فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا في 7، وما عداها كما قلنا تجد أن ضرا يتقدم على نفعا. ويقول بعض الإخوة جزاهم الله خيرا للذين يحفظون بالمصاحف، أنك إذا التبس عليك هل هنا ضرا يتقدم على نفعا أو نفعا يتقدم على ضرا، أنت فقط انظر وقت القراءة، لأن الإنسان لما يقرأ عن ظهر قلب بصيرته ونور قلبه يرى أنه في صفة إما يمين أو أنه في صفة يسار. قالوا إذا وجدت أنك تقرأ الآن في صفة يمين فاعلم أن نفعا يتقدم على ضرا، وأما الموضع الذي تقرأ إن كان من جهة اليسار فنفعا فضرا يتقدم على نفعا. هذا أيضا حل لمن يلتبس عليه هذه الأماكن. ثم نتجاوزه إلى كلمة فجعلناهم. طبعا فجعلناهم قالوا ورد 5 مرات، ويلتبس على وجعلناهم بالواو، وأيضا 5 مرات. إذن فجعلناهم ورد في 5 مرات، وجعلناهم أيضا 5 مرات.
إذن يكفي أن تحفظ مواضيع فجعلناهم وما عداها تقرأها بالواو وجعلناهم. وجمعوها لك في كلمة أغاث وجعلنا فجعلناهم بالفاء فجعلناهم الأخسرين. طبعا هذا في الأنبياء وجعلناهم الأخسرين أهل. فجعلناهم غثاء في المؤمنون وجعلناهم غثاء فجعلناهم أحاديث. طبعا هذا يلتبس على أيضا على الإخوة لأن عندك فجعلناهم أحاديث وعندك أيضا وجعلناهم أحاديث. فجعلناهم أحاديث جاءك في سبأ وجعلناهم أحاديث في المؤمنون. إذن المقصود بالذي في سبأ وجعلناهم أحاديث. فجعلناهم آية فجعلناهم سلفا في الزخرف. إذن هذه مواضع فجعلناهم. ثم بعد ذلك الكلمة التي تلي كلمة وهي أو فهي. طبعا مواضع وهي فهي مما يلتبس أيضا على بعض الإخوة. فنجد كلمة فهي ورد في 5 مرات أما وهي فبلغ 10 مرات. إذن فنأخذ مواضع الفاء فهي وقد جمعوها لك في كلمة كخيتا. كخيتا يجمع لك مواضع الفاء فهي. هذه المواضع فهي كالحجارة. طبعا معروف هذا في البقرة فهي كالحجارة. فهي خاوية. هذا الذي نحن بصدده في الحج. طبعا نعرف أيضا أن وهي خاوية ورد أيضا لكن هذا في الكهف. وهي خاوية نعم عند قوله تعالى وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيها على ما أنفق فيها وهي خاوية. هذا بالواو. أما التي نحن بصددها فهي. فهي خاوية على أروشها. نعم هذا الذي نقصد به فهي خاوية. فهي يومئذ في الحاقة. فهي يومئذ واهية. التاء كخيتا فهي تملى. طبعا ترى أنه ليس بالترتيب. فهي تملى. هذا في الفرقان. فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. فهي إلى الأذقان في ياسين. إذن هي هذه المواضع فهي. وما عداها تجد وهي. عندك وهي خاوية في البقرة وفي الكهف. وهي خاوية في البقرة وفي الكهف. وهي تمر وهي كثير. هي 10 كما قلنا. وهي تمر وهي تفور وهي 10 على كل حال. لو إذا وصلنا إلى موضع وهي إن شاء الله ولو كان في آخر سورة الملك سنقف هناك أيضا ونعد مواضع وهي. ولكن الآن نحن بصدد إعداد كلمة فهي. إذن فهي كالحجارة. فهي خاوية طبعا في الحج. فهي يومئذ في الحاقة. فهي تملى في الفرقان. فهي إلى الأذقان في ياسين. أيضا الكلمة التي تلي هذا عندنا كلمة وكأي. هذا أيضا قد يلتبس على البعض في مواضع فكأي. عندك وكأي من قرية وعندك فكأي من قرية. باختصار يقولون فكأي من قرية هذا جاءك مرة واحدة فقط. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة في سورة الحج. هذا الذي عندك فكأي. وما عداها تجدها كلها وكأي. وهي أيضا في 6 أماكن. في 6 أماكن. وكأي من نبي قاتل معه. وكأي من آية. وكأي من قرية 3 مرات. وكأي من دابة. هذه مواضع وكأي. أما فكأي فقلنا أنه جاءك مرة واحدة فقط. وهي التي في الحج. ثم التي تلي هذا قد يلتبس على بعض الإخوة أيضا متشابهات التي ورد في سورة المؤمنون ما بينها وبين ما ورد في سورة النمل. طبعا عند قوله تعالى لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا جاءك في المؤمنون وجاءك في النمل
لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. وأنت ترى أن هنا في تقديم وتأخير بين نحن، هل يتقدم نحن وهنا يتأخر نحن. فقالوا احفظ الجملة وهي نحن المؤمنون وهذا النمل، بعد قوله لقد وعدنا نحن المؤمنون وهذا النمل. إذن لقد وعدنا نحن، إن كنت في المؤمنون، نحن المؤمنون وهذا النمل، لقد وعدنا هذا في النمل. أما إن كنت في المؤمنون لقد وعدنا نحن، والباقي خلاص سهل. إذن بعد هذا نأتي إلى كلمة سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون، هذا يلتبس على كلمة سبحان الله وتعالى عما يشركون. عندك سبحانه وتعالى عما يشركون، كما عندك سبحان الله وتعالى عما يشركون. لكن قالوا من حسن الحظ أن سبحان الله وتعالى عما يشركون واحد بس، والباقي كلها سبحانه وتعالى عما يشركون. سبحانه وتعالى عما يشركون في أربع أماكن، أما سبحان الله وتعالى عما يشركون ففي موضع واحد. إذا أردت الوقوف عليها قالوا سبحانه وتعالى عما يشركون، جمعوها لك في كلمة ويضوا. ويضوا الواو والياء والضاء والواو، وما المراد منها؟ قالوا سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس، هذا الواو. طبعا هذا في ماذا؟ تجده في سورة يونس. سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة في بداية النحل. سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر. سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور، هذا في الزمر. إذن هذه مواضع سبحانه وتعالى عما يشركون. بقي سبحان الله الذي قلنا مرة واحدة، هذا سبحان الله وتعالى عما يشركون، هذا واحد بس تجده في القصص، أليس كذلك؟ طبعا عند قوله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. نعم. ثم في النمل أيضا في التباس أو يلتبس على ما بينها وبين المتشابهة التي وردت في القصص، طبعا فيه شوية تشابه. ونجد الإمام السخاوي رحمة الله عليه ضبط لنا المتشابهات في ما بين النمل والقصص بقوله وألق في النمل وأدخل يدك وإنه أنا قد أوضحت لك. طبعا هذا يفيد على أن وألقي عندك، وألقي يدك، وألقي وألقي يدك، ليس هكذا؟ وألقي عصاك، أيوة، وألقي عصاك، وألقي عصاك، وأن ألقي عصاك. وألقي عصاك تجد في النمل، وأن ألقي عصاك في القصص. فقال وألقي في النمل، وأدخل يدك هذا تجد أيضا في النمل، وأدخل يدك، وفي القصص أسلك يدك، كله أدخل يدك في جيبك، أسلك يدك في جيبك. إذن قال وألق في النمل وأدخل يدك وإنه أنا، هذا تجده في النمل وإنه أنا. أما القصص إني أنا، إني أنا الله رب العالمين. إذن حتى لا يلتبس عليك قال لك في هذا البيت وألق في النمل وأدخل يدك وإنه أنا قد أوضحت لك. بعد هذا نصل إلى كلمة فأصبح بالفاء. فأصبح طبعا فأصبح انتهينا منه أو لم نمر عليه وسنمر عليه فيما بعد. فأصبح هذا تسعة، أما فأصبح هذا يلتبس على وأصبح بالواو. عندك مكان فأصبح بالفاء، وعندك موضع أو موضعين وأصبح بالواو. أما مواضع فأصبح جمعوه لك في كلمة
ما يهافين، كلمة ما يهافين يجمع لك مواضيع فأصبح، إذا فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين. كل هذا تجده في المائدة، فأصبح من الخاسرين، فأصبح من النادمين، فأصبح يقلب، فأصبح يقلب كفيه، فأصبح هشيما، كلاهما في الكاف. نعم، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرني من دون الله وما كان منتصرا. هنالك الولاية لله الحق وخير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما. إذن فأصبح يقلب، فأصبح هشيما، كلاهما في النمل. بقي الآن الفاء، فأصبح في المدينة، هذا الذي في القصص، فأصبح في المدينة خائفا يترقب. نعم، إذن هذه مواضع فأصبح. لماذا جئنا بكلمة أصبح؟ لأنه يلتبس على البعض مواضع وأصبح، هذا قالوا اثنين فقط، وأصبح فؤاد أم موسى وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، كلاهما في نفس سورة، نفس سورة القصص، إلا أن الأول وأصبح فؤاد أم موسى، والثاني وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس في قصة قارون. إذن هذين الموضعين بالواو، والباقي فأصبح بالفاء. ثم الكلمة التي تلي أو بعد هذا، وكان من حقها أن تأتي قبل ذلك، قد يجد البعض صعوبة على ترتيب كلمات أإله مع الله، أإله مع الله، أإله مع الله، تكرر 5 مرات في سورة النمل، أإله مع الله، أإله مع الله، أإله، حتى وصل إلى 5 مرات. طبعا هذا جمعوه لك في كلمة بقتقن، بقتقن، إذا حفظت كلمة بقتقن هذا يرتب لك ترتيبها، هذا يضبط لك ترتيب أإله مع الله. الأول قالوا بل هم بل أكثرهم، بل هم بل أكثرهم قليلا تعالى الله قل هاتوا، بقتقن، إذا بل هم بل أكثرهم قليلا تعالى الله قل هاتوا، بقتقن، هذا هو ترتيب أإله مع الله. الأول أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أإله مع الله قل هاتوا. إذن هذه هي مواضع أإله مع الله. ثم الكلمة الأخيرة التي اخترناها لكم، وقد مر في دروس سابقة، وهي أن كل ما ورد في القرآن تجدوا فما كان جوابا، كله بالفاء إلا موضع الأعراف وهو الوحيد الذي بالواو، وما كان جوابا. إذن حتى لا يلتبس عليك مواضع فما كان جواب قومه وما كان جواب قومه، فقد يكفي أن تعرف أن وما كان جواب قومه لم يرد إلا في الأعراف، والباقي مما ورد كله بالفاء فما كان جواب قومه. طبعا يذكر بعض العلماء أن قصة قوم لوط لكونهم ارتكبوا هذه الفاحشة الشنعاء، الله ختم على قلوبهم، فكل الأقوام ناقشوا أنبياءهم إلا قوم لوط، هم لم ليس لهم عقول، طمس الله على بصيرتهم، فكل ما يكون جوابهم ليس لهم جواب يناقشون، إلا أنهم قالوا فقط كما ورد في القرآن، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه، إلا أن قالوا أخرجوهم، إلا أن قالوا ائتنا، بس ما عندهم مناقشة. بينما أقوام آخرون، قوم فرعون، قوم يونس، قوم موسى، قوم هود، قوم شعيب، ناقشوا أنبياءهم، ولكن قوم لوط لم يستطيعوا أن يناقشوا لأن الله طمس على قلوبهم،
جزاء لفعلهم الشنعاء. إذن هذه هي الكلمات التي اخترناها لكم اليوم، ونختتم بها فيما ذكرناه في لهوا ولعبا، لأن في آخر سورة العنكبوت عندك وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. قالوا اللهو يتقدم على اللعب في موضعين، والباقي كلها تجد اللعب يتقدم على اللهو. فهذا أيضا إمام السخاوي رحمة الله عليه جمع لنا هذا في بيت قال: اللهو في الأعراف قبل اللعب، وهكذا في العنكبوت فضل به. نعم، اللهو في الأعراف قبل اللعب، وهكذا في العنكبوت فضل به. لأن هذا ما تيسر جمعه لنا ولكم اليوم، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يعفو عن الزلات ويستر العورات، إنه تعالى سميع قريب مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.